أنا ما بعرف ليش العالم بتخاف من اللغة الألمانية، مع العلم إنها لغة كتير سهلة. خذ المثال وشوف بأين مينوت دويتش لانن. جملة بسيطة كتير. Ich habe einen Fahrradunfall. Ich habe einen Fahrradunfall. جملة سهلة. صار معي حادث بسكليت. تمام؟ بهذا الوقت الحالي. شوف كيف رح نتغير بالجنة ونلعب فيها وتحسن تعبر بأكثر من شغلة عن نفس الموضوع، ولكن يعني بأوقات مختلفة وبنوايا مختلفة. يعني بالحكي رح يتغير معك. شوف معنا المثال الأول بعد المثال. Gestern habe ich einen Fahrradunfall gehabt. Gestern habe ich einen Fahrradunfall gehabt. البارحة صار معي حادث بسكليت أو سويت حادث بسكليت. أو انتبه لنفس الكلمة ونفس الجملة، أقول بدل عن ذلك gestern hatte ich einen Fahrradunfall. gestern hatte ich einen Fahrradunfall. البارحة صار معي حادث بسكليت. ولكن شوف الجملة التالية كيف رح يتغير الوضع لسه أكثر وأكثر. فعندما أقول انتبه gestern hatte ich، حطينا فقط نقطتين على hatte اللي هي كانت في الماضي، حاليا صارت بالكونيونكتيف تسفاي. شوف شو المعنى كيف بيتغير. gestern hätte ich einen Fahrradunfall gehabt. يعني مبارح عشعرة كان صار معي حادث بسكليت. الحمد لله ما صار الحادث. gestern hätte ich einen Fahrradunfall gehabt. شوف لسه المعنى الأخير وكيف رح يتجمل الجملة وتصير رائعة جدا لتحسن تعبر عن الموضوع أيضا بكل جمل. فشوف هذا التعبير كيف رح يصير. أقول hätte ich gestern einen Fahrradunfall gehabt hätte ich dich nicht gesehen. hätte ich gestern einen Fahrradunfall gehabt. لو كان مبارح صاير معي حادث بسكليت، hätte ich gestern einen Fahrradunfall gehabt, hätte ich dich nicht gesehen. يعني ما كنت شفت هالسحني. لو كان صاير معي مثلا حادث بسكليت ولا شايف وجهك. تحياتنا لكم. قلنا لكم اللغة الألمانية سهلة كتير. لمزيد من الفيديوهات تابعنا. تحياتنا. تشاو.